أعلنت بنفيت الشركة الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية وخدمات المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، أعلنت بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة وبدعم من صندوق العمل تمكين عن اختيارها لمركز ريادات في عالي لتشغيل مركز ابتكر للبحرين 14 بي، والذي سيديره خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. وبهذه المناسبة نوهت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بجهود جميع الشركاء في مركز ابتكر للبحرين، مشيرة إلى أن المركز سيكون بمثابة فضاء مفتوح للابتكار ومركز للتدريب التقني يدعم التحول الرقمي لمشروعات المرأة البحرينية. برنامج متكامل لتمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية يطلقه المجلس الأعلى للمرأة بشراكة استراتيجية مع بنفيت، سيعمل على عدة مستويات، وذلك بما يدعم الخطط الاستراتيجية التي يتابع المجلس تحقيقها بالشراكة مع القطاع الخاص، وخصوصا في مجال انخراط المرأة في هذا القطاع الواعد. تم توقيع اتفاقية مع بحرين فنتك بي لإنشاء أول مسرعة من نوعها، طبعا تحت شعار ابتكر للبحرين. طبعا هاي النوع من المسرعات له دور وايد مهم. طبعا هدف هاي المسرعة شلون نخلق فرص عمل ونخلق مسرعات ونخلق شركات جاهزة حق تطلع حق سوق البحرين. طبعا هاي النوع من المسرعات راح يلعبون له دور وايد مهم، وراح تساعد جميع رائدات الأعمال إنهم يحققون فعلا اللي في بالهم من حلم لحقيقة. البرنامج سيعمل على مستويات عدة، تبدأ بتقديم البرامج التدريبية المتخصصة للكوادر العاملة في هذا المجال للعمل في شركات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى إتاحة مساحات للعمل المشترك والبرامج التدريبية قصيرة المدى من خلال مختبرات ومسرعات للأعمال ستقدمها هذه المنصة الجديدة بخدمتها، لتكون بيئة مواتية لإطلاق واختبار وتطبيق الأفكار والمشروعات الخاصة بالتكنولوجيا المالية. طبعا سعداء التوقيع الشراكة هذه مع مساء المرأة، وتعتبر شراكة جدا مهمة لنا فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، ولهسيمة اللي هو راح تخدم إن شاء الله المرأة البحرينية اللي احنا نعتز بها جميعا، وهذه طبعا يجي بوفق خطط أو يعتبر هذا جزء من دعم خطط المجلس الشباب والشابات في اللي هو الابتكار والمبادرات والمشاريع اللي لها علاقة بهالقطاع، وملتزمين احنا ان شاء الله كبحرين فنتك بي بتحديث المكان باحدث التقنيات والاجهزه بحيث ان الكل او المشاركين راح يستفيدون منها ان شاء الله. هذا البرنامج سيكون بمثابه فضاء مفتوح للابتكار ومركز للتدريب التقني يدعم التحول الرقمي لمشروعات المراه البحرينيه لتمكينها من تحقيق اهدافها والمشاركة بفعالية في عملية التنمية الاقتصادية ودعم قطاع ريادة الأعمال ككل في مملكة البحرين. تأتي هذه الاتفاقية لتساهم في إيجاد المزيد من الأفكار المبتكرة لخلق فرص عمل واعدة للمرأة البحرينية، بما يسهم في تعزيز مسيرة نجاحها وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية في مجال التكنولوجيا المالية وتفعيل أفكارها على أرض الواقع من خلال توفير بيئة مناسبة وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة. خولة القرينيس، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.